هل تعرف من اخترع الكرواسون؟ الفرنسيون؟ وماذا عن البيتزا؟ حسناً، من الواضح أنها من أصول إيطالية 100%. ما رأيك؟ حسناً، إن أجبت بنعم على كلا السؤالين فأنت على وشك أن تنصدم صدمة ثقافية، فالكثير من الأشياء التي كنت متأكداً تماماً من أنك تعرف أصولها الحقيقية اتضح أنها جاءتنا من بلد مختلف تماماً. 1- لم يظهر الكرواسون في فرنسا لأول مرة. من الواضح أن للكرواسون أسلافاً عريقة من أوروبا الشرقية ويدعى كيفلي، الذي يعني باللغة المجرية هلال. الفرق الكبير بين تلك المعجنات وهذه التي تحبها اليوم أنها كانت أثقل بكثير وتصنع من عجين الخبز. استحوذت نعومة المذاق الرائع للكرواسون على قلوب جيرانهم في النمسا، ويقولون إن ماري أنتوانيت نفسها كانت تستمتع بمذاق كيبرفيل، هذا ما كان يسميه الشعب النمساوي، كان المفضل لدى الجميع خارج فرنسا حتى سنة 1839، عندما فتح رجل الأعمال النمساوي أوغست زانغ مخبزاً في باريس على أسلوب عاصمة النمسا فيينا. غير أسماء الحلويات لتصبح ملائمة أكثر ويسهل لفظها بالنسبة للسكان المحليين. بالمناسبة، كلمة كرواسون تعني هلال باللغة الفرنسية. أصبحت هذه المعجنات المفضلة لدى الجميع في باريس، ومن ثم انتشرت في جميع أنحاء البلاد، وتحولت منذ ذلك الحين إلى أحد رموز فرنسا. أوه، بالحديث عن المعجنات التي لا تمت لفرنسا بأي صلة، هناك وجبة فطور أخرى شهية تصرخ بأصولها، ولكنها في الواقع تصرخ كذباً أيضاً. فقد اخترع الخبز المحمص الفرنسي أو فرنش توست على يد رجل أمريكي. فرنش كان لقب هذا الأخير، تماماً مثل ما هو الحال مع السلطة القيصرية التي لم يتم تسميتها نسبة إلى الإمبراطور الروماني، اخترعت فقط على يد شخص ما يدعى قيصر. 2- لم تخبز الفطائر الدنماركية في الدنمارك لأول مرة. خيبة أمل مطبخية أخرى، أو بالأحرى مفاجأة. تلك المعجنات متعددة الطبقات واللذيذة، والتي تعرف في الولايات المتحدة باسم الفطائر الدنماركية، تسمى في الواقع كوبنهاجنر في ألمانيا وفيانيز في الدنمارك. وانتظر سماع التالي، أتتنا في الحقيقة من فرنسا في أوائل القرن 17. نسي الخباز كلاديوس جالي إضافة الزبدة إلى الدقيق، وكان خائفاً من رئيسه في العمل ألا يسعد كثيراً بذلك، وحاول إنقاذ الموقف بإضافة كتل من الزبدة إلى الدقيق، وكنتيجة لذلك اخترع أرق عجينة عرفتها فرنسا، وأعجب الجميع بها. ألهمه نجاحه الباهر لفتح مقهاه الخاص في باريس، ومن ثم مقهى آخر في فلورنسا. سافرت الوصفة من إيطاليا إلى النمسا، وأصبحت هذه المعجنات أشهر من نار على علم. وفي سنة 1850 دخل عمال المخابز الدنماركيين في إضراب، فتم استبدالهم بعمال من النمسا ليتواصل عمل المخابز. وهكذا شقت المعجنات طريقها إلى الدنمارك، وحصلت على اسمها المحلي فيينز نسبة إلى فيينا. 3- لم يخترع بسكويت الحظ في الصين. في قديم الزمان جلس الفيلسوف الصيني كونفوشيوس نفسه على صخرة يفتح البسكويت ليقرأ لفافات الحظ. يا لها من صورة جميلة وطريفة، ولكن في الحقيقة هذا أمر مستحيل تماما. بسكويت الحظ كما تعرفه اليوم ظهر لأول مرة في العالم في التسعينات من القرن 19 أو مطلع القرن 20 على يد المصمم الياباني للمناظر الطبيعية في حديقة الشاي في سان فرانسيسكو. من المؤكد أنه استمد الفكرة من أوميكوجيز، أوراق الحظ العشوائية التي تترك في الأضرحة والمعابد في اليابان. شخص آخر يدعي أنه اخترع بسكويت الحظ في سنة 1918، المهاجر الكانتوني ديفيد يونغ، وهو مؤسس شركة هونغ كونغ لوس أنجلوس للمعكرونة. بقطع النظر عن أي من هذين الاثنين قد قدم للعالم هذه المكافأة الرائعة، إلا أن هناك أمراً واحداً مؤكد، بسكويت الحظ ليس تقليداً صينياً قديماً، بل اخترع في التراب الأمريكي. 4- دمية الماتريوشكا ليست روسية في الأصل. على غرار الكرواسون في فرنسا، فإن دمية ماتريوشكا، أو ما تعرف أيضاً بالدمى المتداخلة الروسية، هذا ما يخطر على بال معظم الناس عند سماعهم لكلمة روسيا. ومع ذلك، لدى هذا التذكار الروسي والتقليدي أصول يابانية. هناك
تسمى هذه الدمى بشيشي فوكوجين، سبع دمى الواحدة داخل الأخرى، ويعتقد أنها تجلب الحظ السعيد لمالكها وإحداها فقط أنثى. صنعت أول دمية ماتريوشكا روسية على يدي فازيلي زيفيوزدوتشكن، وصممها الرسام سيرجي مايوتين في سنة 1890. كانت مستوحاة من الدمى اليابانية. دمى ماتريوشكا الروسية والتقليدية جميعها من الإناث، وحتى أنها تحمل اسماً تصغيرياً لاسم أنثوي ماتريونا. 5. لعبة الدامة الصينية ليست صينية في الأصل. هل لعبت من قبل الدامة الصينية؟ تعد هذه اللعبة مفيدة ورائعة لتطوير التفكير المنطقي، ولكن المنطق هنا لن يساعدك في معرفة أصولها الحقيقية. ترتكز قوانين اللعبة نجمية الشكل على لعبة أخرى تسمى هالما، كانت من اختراع أستاذ في جامعة هارفارد في عام 1883. لقت اللعبة نجاحاً باهراً في ألمانيا، حيث تم جلبها وبيعها كلعبة تسمى شتيرن هالما. درس سريع في اللغة: شتيرن باللغة الألمانية تعني نجمة. ومن ثم عادت إلى التراب الأمريكي في سنة 1928 وحصلت على اسمها الذي تعرفه اليوم، الدامة الصينية. في ذلك الوقت كل شيء يأتينا من الشرق الأقصى يلقى رواجاً كبيراً، لذا سميت اللعبة بهذا الاسم لكي تبدو صينية كنوع من التلاعب التسويقي. باختصار، لا تملك اللعبة أي أصول صينية، بل هي اختراع أمريكي وألماني. 6. الستائر البندقية لا تملك أصولاً بندقية تماماً، وليست ستائر أيضاً. في الواقع لم تظهر هذه الستائر في إيطاليا لأول مرة. هذا البديل الأنيق للستائر القماشية تأتينا من مصر القديمة أو بلاد العجم، التي تسمى في عصرنا الحديث بإيران. ولكن شيء واحد مؤكد، تم جلبها إلى أوروبا على يد تجار البندقية المشهورين من آسيا، حيث كانت هذه الستائر تحظى بشعبية كبيرة هناك أيضاً. ومن هناك انتشرت الستائر في فرنسا وباقي أوروبا وأمريكا في القرن 18. بما أن البندقيين كانوا من قدموا الستائر إلى العالم، فلا تزال الستائر تحمل اسمهم بكل فخر واعتزاز. 7. لم تصنع كرة اللحم السويدية في السويد لأول مرة. يذهب الآلاف من الناس من جميع أنحاء العالم إلى متاجر سويدية معينة، ومن ثم ينهون رحلتهم بطبق لذيذ من الأكلة المحلية. لا يعرف الكثير هذه المعلومة، ولكن هؤلاء يستمتعون في الواقع بطبق تركي قديم، حيث لا يزال يقدم في 291 نسخة مختلفة. في أوائل القرن 18 جلب الملك تشارلز 12 كفتة إلى مسقط رأسه في السويد. تبنوا الوصفة ولكن قليلاً فقط، إذ أضافوا البيض إلى كرات اللحم، ويستبدلون عادة لحم الخروف بلحم الخنزير. بالطبع لن ترى مثل هذه الأكلة في تركيا. 8. خنزير غينيا لا يأتي من غينيا. لم يسمى الخنزير نسبة إلى موطنه غينيا الاستوائية أو غينيا بيساو. في الحقيقة لا يأتي الخنزير من أفريقيا على الإطلاق. أول خنزير غيني شق طريقه عبر المحيط الأطلسي كان في أواخر القرن 16. أصبح فيما بعد حيوانات أليفة في إنجلترا، ربما بفضل مظهره العجيب وسعره المعقول بالنسبة لبقية الخنازير. هناك نظرية أخرى تشرح لما تسمى هذه المخلوقات بهذا الاسم، قد يكون خطأ إملائيا وسمي نسبة لشعب غينيا في أمريكا الجنوبية. 9. الكلب الدنماركي الضخم ليس دنماركي. قد لا يحب الكثيرون الخنزير الغيني ويفضلون الكلاب الدنماركية الضخمة والرائعة. كان يلقب في القرن 16 بالدرواس الإنجليزي، ولكنه من أصول ألمانية. حظيت هذه الكلاب بشعبية كبيرة بين الأمراء الألمان في القرن 17. وفي سنة 1863 في معرض للكلاب في هامبورغ حصلوا لسبب ما على لقب الدرواس الدنماركي. لا يعرف أي أحد لما حدث ذلك بالضبط، ولكن ظل اسمه هكذا. 10. البودل الفرنسي الكلب القلطي ليس فرنسي. لقد قلبنا حياتك رأسا على عقب، أليس كذلك؟ من المثير للدهشة أنها لم تكن فرنسا البلد الأول الذي يولد فيه كلب بودل فرنسي، بل ألمانيا. كان الاسم الأصلي للسلالة بودل هوند، والذي يعني كلب النافورات. صدق أو لا تصدق، كانت كلاب البودل اللطيفة تطارد الطيور المائية في الماضي،
وتصفيفة فروهم الأنيقة لها علاقة بماضيهم العريق في الصيد، فالكثير من الفرو سيثقلهم في المياه، ولكن حلقه بالكامل سيصيبهم بالروماتيزم، لذلك ترك مالكيهم كواحلهم مغطاة بالفرو. كان الملك لويس 16 من أشد المعجبين بهذه السلالة في القرن 18، وربما لهذا السبب علقت الجنسية الفرنسية في لقبهم. 11. البطاطس المقلية الفرنسية لم تؤكل لأول مرة في فرنسا. اختراع آخر ليس فرنسي، كنت تعتقد أنه يأتينا من أرض الكرواسون. البطاطس المقلية الفرنسية تأتينا من بلجيكا. للصراحة لا تزال الدولتان تتجادلان حول الحق في تسمية أنفسهما بموطن البطاطس المقلية الفرنسية، ولكن هناك قصة مقنعة رواها البلجيكيون يشرحون فيها أصول الوجبة الخفيفة الشهيرة. عندما تتجمد الأنهار في فصل الشتاء في مدينة نامور، لا يمكن للسكان المحليين اصطياد السمك، لذا اخترعوا بديلاً يتمثل في شرائح البطاطس في شكل السمك، يقومون بقليها ويستمتعون بالمذاق الحار والمقرمش. أحب الجنود الأمريكان الذين كانوا متواجدين في البلاد بين 1914 و1918 هذه الوجبة الخفيفة، وأطلقوا عليها لقب البطاطس المقلية الفرنسية نسبة إلى اللغة الرسمية للبلاد. 12. الدول العربية لم تقدم للعالم الأرقام العربية. من المؤكد أنك تعلمت اليوم ألا تثق مجدداً في الأسماء عندما يتعلق الأمر بأصول هذه الأشياء. الأرقام العربية هي مثال آخر على ذلك. كان الغرب يستخدمونها منذ القرن 11، واخترعت في الهند وليس في بعض بلدان الشرق الأوسط. في الحقيقة ابتكر الهنود أسلافاً للأرقام العربية في سنة 200 قبل الميلاد، وكان يطلق عليهم براهيمي. بعد سنوات من تطور الأنظمة الحسابية، تبنى العلماء المسلمون الذين كانوا يترجمون النصوص الهندوسية والسنسكريتية هذه الأرقام وجلبوها إلى إسبانيا، ومن هناك انتشرت في جميع أنحاء أوروبا. 13. لم تكن البيتزا إيطالية الأصل. كانت البيتزا رمزاً إيطالياً منذ العصور الرومانية القديمة، لا شك في ذلك، ولكن الإغريق هم من ابتكروا هذه الأكلة. يذكر تاريخهم القديم بلاكوس نسبة إلى الخبز المسطح الذي يغطيه زيت الزيتون والأعشاب والبصل والجبن والثوم. للصراحة استمد الإغريق الفكرة من شعب آخر، المصريون الذين كانوا أول من اخترع الخبز المسطح ولكن بدون أي طبقات علوية. أحضر الجنود الرومان بلاكوس من الإغريق إلى إيطاليا، ونشرها المهاجرون الإيطاليون إلى بقية أنحاء العالم في القرن 19. جعلني كل ذلك أتضور جوعاً. ماذا عن اختراع كرواسون البيتزا؟ مهلاً، قد ينجح الأمر. إذن هل تعرف أي أشياء أخرى تأتينا من البلد الخاطئ؟ أخبرني بذلك في قسم التعليقات أدناه. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، اضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع أصدقائك. لكن مهلاً، لا تذهب للحصول على البطاطا المقلية بعد، فلدينا أكثر من 2000 مقطع فيديو يمكنك مشاهدتهم هنا. كل ما عليك فعله انتقاء الفيديو على اليمين أو اليسار والنقر عليه. مشاهدة طيبة للجميع. لا تنسوا البقاء على الجانب المشرق من الحياة.